والمرأة الصالحة هي التي وصفها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، التي إذا نظرت إليها أصرتك، والتي إذا أمرتها أطاعتك، والتي إذا غبت عليها حفظتك في مالك وعرضك. والمرأة السوء هي نقيض هذا، هي نقيض هذا وضده، هي المرأة التي إذا نظرت إليها أساءتك، أساءتك بسوء خلقها وبذمامتها وبكثرة تشكيها وبسوء لسانها وبفحش كلامها، وإذا أمرتها ما أطاعتك، ما أطاعتك. وكم من قضايا الطلاق تأتينا بسبب معصية المرأة لزوجها، يأمرها بما أمرها به ربها تبارك وتعالى وتأبى عليه، يأمرها بالتستر والحجاب فتأبى عليه، يأمرها بالقرار في البيت وعدم الخروج منه فتأبى عليه، يأمرها بالمحافظة على صلاتها وحسن تربيتها لأولادها فلا تطيعه وتعصيه. لا خير فيها، لا خير فيها. نسأل الله جل وعلا أن لا يبلي أو أن لا يبتلي مؤمنا بمثل هذا الصنف من النساء. قال هذه المرأة التي استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام: زوج شيبتني قبل المشيب. والمشيب هذا يطلق إذا كثر هم الإنسان وكثرت أحزانه، فإنه لأجل هذا يظهر عليه الشيب لأجل ذلك. ولهذا لما رؤيت شعرات شيب في شعر رسول الله سأله بعض من رآها، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. شيبت شعر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الصورة العظيمة من كتاب الله. تعلمون الآية التي حمل النبي عليه الصلاة والسلام لأجلها هما عظيما، هي قول الله تبارك وتعالى على أصح قول أهل العلم، هي قول الله تبارك وتعالى: واستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا.